السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي أينما كنتم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. هذه حلقة جديدة من النطق الصحيح للقرآن الكريم والصفحة رقم 68 سورة آل عمران الجزء الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولي، ركز لي على هذه اللام، هذه مكسورة، ما أنت تسكنها تقول وليمحص. هذه من الأخطاء الشائعة أنه نسكن هذه اللام ومثيلاتها، اللام مكسورة. ولي ولي، ركز لي عليها تماما. والصاد هنا مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة، لكنه أحرص على الحاء، ما أفخمها. قبلها أقول وليمحص، خطأ، وليمحص، ولا أكور الشفاء، أقول وليمحص، خطأ. هذا إعمال للشفاء في حروف الاستعلاء وتكون مفتوحة، فننتبه. عندك مفتوح قبل اسم الجلال الله، إذا تفخم اللام من اسم الجلال الله. والصاد مفخمة، إذا ما عندي مشكلة. وليمحص الله، الله بهذه الطريقة، ما تكور الشفاء تقول الله، لا، الله هاء مضمومة نضم الشفاء مرققة، كل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين، ضم الذين، هذه اللام المشددة اسمية مدغمة مرققة. وكل ما تكون عندك لام مشددة في القرآن لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة، لأن من صفات اللام بينية، فتقول الذين هكذا أطالتها، خطأ. الصحيح ألا وبس، الذين، ولا تتكئ على الذال، الذين، خطأ. الذي كسرة الذال من غير اتكاء وبعدها ياء ساكن، راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين. الذين آمنوا، ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة مد بدل حركتين، آمنوا، واو ساكن قبلها نون مضمومة مد طبيعي حركتين، آمنوا. وشوف راح يكون عندي واو ساكنة جاء بعدها واو متحركة، فراح نمط مد التمكين حركتين، آمنوا مع ضم الشفاء، آمنوا. ويمحق، ويم، الميم الساكنة دائما ركز بأنه البعض يقرأها مقلقلة، ويم ويم، لا، لازم أنت تعطي مجال لجريان الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. ويمح ويمح، شوف ركزت على الحاء مرتين مرققة لأنها جاورت القاف المفخم مرتبة ثانية مفتوحة، فممكن أن تقول ويمحق، خطأ، ويمحق، ولا تقول ويمحق، لا تكور الشفاه كما قلت في كلمة وليمحص، وليس وليمحص، ويمحق، فانتبه هذا التكوير نتخلص منه. ويتغير الصوت عندي لأنه هذه مفتوحة فأنت تشميمها ضم إذا كورت الشفاه، ويمحق، خطأ، ويمحق، ويمحق الكافرين. انتقلت من القاف، من كلمة ويمحق، إلى لام الكافرين اللي لديها همزة وصل، ولام الكافرين قمرية. لماذا؟ لأن جاء بعدها حرف متحرك بعجالة، كل حرف متحرك بعد اللام قمري، كل حرف مشدد بعد اللام شمسي. إذا ما كنت أعرف وأحفظ الحروف القمرية التي هي ابغي حجك وخف عقيمه، ولما تكون اللام قمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. البس، الكا، مش الكي، انتبه، نحن نقرأ برواية حفص فأنا ما أقلل الألفات، لا أميل الألفات، كي، خطأ، تبتسم بالشفاء وتسحب اللسان إلى الخلف وتجعل اللسان منبسطا. الكا، الكافرين، وألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، في، ثيري، كسرة الفاء لا تختلسها، كسرة الراء لا تختلسها، والراء مرققة لأنها مكسورة، ولا أجعل غنة في هذه الياء، لما أقف بالمد العارض للسكون هنا ست حركات لأنه عم بقرأ بالتحقيق. الكافري، ري، رين، ما راح يصعد عندي الصوت.
إلى الخيشوم بالياء وأسمع النون المظهرة الكافرين. لازم نسمعها حتى لا تقطع صوتها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم ميم مظهرة، حسبتم ميم مظهرة، نركز عليها. أيضا منكم ميم مظهرة، الميم الأخيرة مظهرة، لازم أجيب المخرجين، مخرج شفوي ومخرج خيشومي. أمح حتى لا أنا أقول أم حسبتم، أنا أتيت بالمخرج الشفوي وما لحقت أجيب المخرج الخيشومي. فإذا هذا هو المقصد من قول ابن الجزري رحمه الله وأظهرنها، يقصد الميم، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي، كما لدينا كلمة منكم ويعلم، جاء بعدها واو ويعلم. حسبتم، هذه السين مكسورة، فما تقول حسب حسب حسب، لا، حسي حسي حسبتم. دائما أنت لما يكون عندك خلل في الكسرة اعتبر بأنه وراها يا، حسي حسي حتى أسمع الصوت بعدين أجيب حسب، لأنه الكسرة بنت الياء، حسب، والباء سكنت في وسط الكلام، إذا قلقلة صغرى، الحروف القلقلة خمسة، قطب وجد، ولما أنا أقلقل ما أمسكها، يعني ما أقف على المخرج. حاسبتم، هذه ليست قلقلة، وقفت على المخرج، فلانتبه، أضرب المخرج واهرب. حاسبتم أن، شفت كيف جبنا الميم المظهرة والتاء مضمومة، وكلمات تنتهي بالتاء والميم، الكاف والميم والهاء والميم، ممكن أن أفخمها أقول حسبتو، تو خطأ، تو تم، حسبتم أن نون، جاء بعدها تاء تدخل، إذن إخفاء. وما أقول أن هذا إظهار، ليش؟ لأن رحت أنا باللسان إلى مخرج النون اللساني، والصحيح في الإخفاء أن أذهب إلى حيز مخرج التاء، أتهيأ لنطق حرف التاء. أنت 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 أن تدخل، والدال سكنت في وسط الكلام في كلمة تدخل وقلقلة صغرى هنا، ولا أمسكها تدخل، شوف أنا وقفت شوي على المخرج، فهذا ليس، أو هذه ليست قلقلة. فإذا تدخل، أنا دائما أقول المصطلح اضرب المخرج واهرب في القلقلة، أي اضطراف المخرج. الخاء مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة، اللام بعدها ماذا؟ مرققة. ولا أقول تدخلوا، لا، تدخلوا، تدخلوا، وليس تدخلوا، لا، فانتبه لا تفخم اللام لمجاورتها للخاء. وبعد ذلك عندنا تدخل الجنة، لاحظي إذا أنا قلت لك أيها الطالب قف على كلمة تدخل، ستقف بما الطبيعة حركتين، لأنه تحقق عندي الواو الساكنة قبلها لام مضمومة، تدخلوا، لكنه جاءت الجنة، ولدي منع الالتقاء الساكنين، حذفنا ماذا؟ حذفنا هذه الواو وصارت كأنه لام مضمومة، تدخلوا رأسا رحت وين؟ إلى لام الجنة التي هي القمرية، تدخلوا الجنة، واللام القمرية يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لنعمر، ليش قمرية؟ لأن جاء بعدها حرف متحرك جيم مفتوحة فقط، النون من كلمة الجنة مشددة، إذن أنا أعطيها غنة من غير نبر، الجنة، ولما لا تنبر النون والميم المشددتين في القرآن قولا واحدا، لأنه أنت عم بتجيب الغنة فقط، وأكمل ما تكون الجنة ولما من غير نبر، وجبت الغنة كاملة، ولما انطي مجال، لأن راح يكون عندك ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، مد طبيعة حركتين حتى لا تصير كأنهم ميم مفتوحة، ولما يعلم، ولما يعلم، هكذا صارت كأنهم ميم مفتوحة، لازم تجيب أنت ما الطبيعي، ولما يعلم، هكذا بهذه الطريقة. عندنا احنا كلمة يعلم تكررت هنا مرتين في هذه الآية،
يعلم الله، وفي الأخير ويعلم الصابرين. ماذا أريد أن أشير؟ أشير إلى كلمة يعلم العين سكنت، والعين تحتاج منك إلى رباعية. ما هي هذه الرباعية؟ أن تنزل إلى وسط الحلق، أن تحس بانزعاج في المخرج، تحس كأنه عم تبلع شيء، وأن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط من عمر، حتى لا تتقلقل معاك هذه العين. تقول يعلمي أو ويعلم، هكذا خطأ. فإذا الخطأ الأول القلقلة، الخطأ الثاني ممكن أن تخرج عايمة، ما تنزل إلى وسط الحلق، وما تحس بانزعاج في المخرج، وما تحس كأنه عم تبلع شيء، فتخرج قريبا من أدنى الحلق تقول يعلمي ويعلم، هذا خطأ. إذن حس يعلى يعلى يعلم ويعلم. لاحظتم الآن؟ الميم مكسورة قبل اسم الجلال الله. أدنى قاعدة، اسم الجلال الله إن سبق بفتح أو ضم تفخم اللام، إن سبق بكسر أو ياء ترقق اللام. وهنا كسرة، إذن راح أرقق اللام من اسم الجلال الله من غير إمالة. يعلم الله، هكذا إمالة أو تقليل، خطأ. يعلم الله، يعلم الله، وليس يعلم الله. هكذا تبتسم بالشفاء وتسحب اللسان للخلف وتجعل اللسان منبسطا، هذا خطأ. الاسم الجلال الله إن كان حتى اللام فيه مرققة فهو معظم، يعني ما تقول الله، فانتبه ما مستساق. ولما يعلم الله الذين، بهذه الطريقة. الهاء مضمومة نضم الشفاء فيها من اسم الجلال الله، والذين لام اسمية مدغمة مرققة المشددة ما أطيل جريان الصوت فيها، كما مر معنا في الآية التي قبلها، حتى أنا لا ما أسويها رخوة اليابينية. الذين، هذا خطأ، بس هذا الصحيح البينية. الذين، والذال مكسورة لا تتكئ عليها. الذين جاهدوا، هذا خطأ، وياء ساكنة بعدها راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين، جاهدوا مو جاهدوا، لا جاهدوا، ألف ساكن قبلها جيم مفتوح، راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين، جاهدوا. شوف واو ساكن قبلها دال مضموم، ما الطبيعي حركتين، منكم، صفي النون مع الكاف قبلها ميم مكسورة ما اختلف منكو كو كو، كل كلمة تنتهي بالكاف والميم، التاء والميم والهاء والميم، لا تكبر قطر التكوير، تكبر قطر تكوير الشفاء فيصير عندك كو، خطأ. كو، منكو، منكم، بهذه الطريقة، والنون مع الكاف، يعني أنا أذهب إلى حيز مخرج الكاف، أتهيأ لنطق حرف الكاف، هذا إخفاء النون عند الكاف. منكم، ورققت الكاف وميم مظهرة كما شرحت، وخاصة جاء بعدها وهو يعلم، واحذر لدى واو وفاء تختفي، منكم ويعلم، عين لا تنسى الرباعيات في العين الساكنة، الصابرين ويعلم، شوف مص مص، لأنه لدينا همزة وصل واللام الشمسية في كلمة الصابرين، فجاء بعدها حرف مشدد وانتقلت من الميم إلى الصاد، والصاد مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. ويعلم الص، ولا تقول الصو الصو، هكذا يكور البعض الشفاء في الصاد، انتبهوا، انظروا إلى المرآة وتدربوا عليها. الص الصابرين، والألف تفخم بعد الصاد تبعا للصاد، لأن الصاد من أحرف الاستعلاء، والألف سكنت قبلها مفتوح، راح يكون عندي ما الطبيعة حركتين، بي ري، كسرة الباء. شوف بي أي بي سي، دائما أقول لك اسمع صوت البي بالحرف الحروف الإنجليزية حتى تجيب الباء المكسورة من الحروف العربية. بي الصابري، كسرة الراء، والراء مرققة لأنها مكسورة، ولا تجعلن في هذه الياء، بخفض الفك السفلي، الصابرين، واسمع هذه النون المظهرة لما أقف المد العارض للسكون، 6 حركات. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
ولا قا، شوف ولا مرقب، قا مفخم، قاف من حرف الاستعلاء. أحرف الاستعلاء أحبتي سبعة: خصة، ضغط، قض، هذه أحرف الاستعلاء. ولكنه أنا ما أقول ولا، تفخم الواو واللام لأنها جاورت القاف، وهذا من الأخطاء الشائعة. ولا تكور الشفاه، ولا قو، ولا قو خطأ، ولا قو، ولا قد، دال مقلقلة في وسط الكلام، لأن أنا ما راح أقف على كلمة ولا قد، لأنه راح أربطها بكنتم، فتكون مقلقلة صغرى. ولكن لا تمسكها تقول ولا قد كنتم، هذا خطأ. لا تقف على المخرج في القلقلة، لكنك ستضرب المخرج وتهرب اضطراف المخرج، ولا قد كو، ولا قد كو، بهذه الطريقة. كنتم نون ساكنة بين ضمتين، ضمة الكاف وضمة التاء، وهي نون تاء إخفاء، فأنت ما يصير تسحب ضمة الكاف إلى النون تقول كنتم، خطأ. وكأنه مطيتها صارت كاف واو نون تاء، خطأ. كنتم 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 كنتم، بهذه الطريقة احنا صفينا الغنة وما سحبنا ضمة الكاف إلى النون الساكنة والميم مظهرة. كنتم ت، ميم أسمعها، ولا أقول كنتم تو، خطأ، تو. كنتم تمنون، شوف تمنون مشددة، الغنة كمان ما تكون، لكن لاحظ لي الواو الساكنة التي سبقت بفتح النون الثانية من النون المشددة مفتوحة، فأنت تقول تمنون الموت، عندك الموت أيضا واو ساكنة قبلها ميم مفتوح، فأنت دير بالك تنبرها، يعني إياك أن تنبرها لأنها لينة. تمنون الموت، بهذه الطريقة بليونة وسلاسة، هذا هو معنى واو اللين. الموت اللام قمرية، لماذا؟ لأنه جاء بعدها حرف متحرك ميم مفتوحة فقط، ليست مشددة، ولما تكون اللام قمرية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة، لأن من أحرف التوسط لعمر. الموت الموت، ومن غير نبر للواو، من قبل كسرة الميم ثم نون ساكنة مع القاف راح يكون عندي إخفاء، لكنه الغنة تكون مفخمة. لماذا؟ بسبب مجيء حرف من حروف الاستعلاء بعدها. طيب ما مرتبة تفخيم الغنة؟ اثنين. ليش؟ لأن القاف مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية. منق، ولا تقول من منق، تكور شفاه وتضم، ولأن ما عندي أنا ضم، أنا عندي فتحة، ويجب أن تكون مرتبة تفخيم الغنة نفس مرتبة تفخيم القاف. منق، ولا أنت تنطق لغنة مفخمة وقاف مرققة منق، خطأ، أو منق، ترقق الغنة وتفخم القاف، إذن نفس الشيء لازم يكون. من قبلي، والقاف كما ذكرت مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، الباء سكنت في وسط الكلام من كلمة قبلي، وراح تكون مقلقلة قلقلة صغرى من غير أن أمسكها أقول قبلي، شوف وقفت على المخرج قبلي، ولا ينبغي هذا، هذه ليست قلقلة، القلقلة أن تضرب المخرج. أب قبلي قبلي، لي كسرة اللام، أن تلقوه، أن تلقوه، إذا أنا سويت هالشكل هذا إظهار، وهذا خطأ، لأنه أنا رحت باللسان إلى مخرج النون اللسان، ويجب أنه أنا أذهب إلى مخرج التاء. أنت أنت ال أنت ال أنت ال، مش أنت ال، الصوت لو لاحظتم وركزتم يختلف بين هذه وهذه. تل، هذه اللام ساكنة، الصفات تتجلى في الحروف الساكنة، اللام من أحرف التوسط للعمر، يعني يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة، القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، جاء بعدها واو ساكنة مثل ما قلت في واو تمنون الموت، هذه واو لين، فلا تقول تلقو قو، لا خطأ، تلقوه، بهذه الطريقة جبت واو اللين. فقد، الفاء مرقق، القاف مفخمة مرتبة ثانية، فلا تقول فا ف ف فاقو، ولا تقول فاقو، انتبه، والدال سكنت، راح تكون هذه وسط الكلام لأنه راح أربطها رأيتموه، ما راح أقف على كلمة فقد حتى أقول قلقلة كبرى الدال، لا، قلقلة صغرى ب ضرب المخرج والهروب، اضرب مخرج الدال واهرب، لا تقف على المخرج حتى لا تقرأها خطأ. فقد رأيتم خطأ، فقد فقدر
فقدر فقد رأيتموه بهذه الطريقة القلقلة. الراء من كلمة رأيتموه مفخمة لأنها مفتوحة. الياء لين، شوف قديش عدنا واو لين ويا لين هنا في هذه الآية. لازم نركز أنه رأي رأي مش رأي، لا تنبر لأنه راح أنت تسوي الياء مشددة. رأيتموه، أضم الشفاه من التاء وإلى نهاية الكلمة، رأيتموه وأنتم نون تاء إخفاء، أذهب إلى مخرج التاء، ما أروح باللسان إلى مخرج النون اللساني، وهذا من الأخطاء الشائعة. وأنتم ميم مظهرة والتاء نضم الشفاه فيها ولا أفخمها، التو خطأ. وأنتم تنظرون، لاحظتم كيف النون مع الضاء إخفاء لكن بغنة مفخمة كما سمعتم؟ لماذا؟ لأن جاء بعدها حرف الاستعلاء الضاء، والتفخيم راح يكون مرتبة ثالثة للغنة وللضاء لأنها مضمومة. ولا أقول طا تفخم التاء لأنه راح يجي وراها غنة مفخمة وضاء من حروف الاستعلاء وراء مفخمة لأنها مضمومة، فتقول طا خطأ. تا 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 تنظو تنظو، شوف كيف أنه مرتبة واحدة الغنة والضاء. تنظروا، وقرع راء المضمومة، دائما أنا أركز على أنه يجب قرع الراء المضمومة. تنظرون، هكذا النون أنا لازم أسمعها الأخيرة لما أنا أقف في المد العارضة للسكون. طيب أنت عندك واو بعد الراء، هذه الواو ممكن أنه أنت تسوي فيها غنة. تنظروا، هذا خطأ، فماذا أفعل حتى أتخلص من الغنة؟ أسوي ميكانيكية، أضم الشفاه إلى الأمام جيدا، أضع رأس اللسان أسفل في المنطقة اللحمية أسفل الثنايا السفلى، أرفع أنقص اللسان قليلا يعني نهاية اللسان حتى أنا ما أصعد الصوت إلى الخيشوم ويطلع عندي غنة في الواو. هاي غنة إجباري. تنظرون، ما فيها غنة. هذه شلون تتدرب عليها؟ أنت تسوي هاي الميكانيكية مع قفل فتحتي الأنف بالسبابة والإبهام، وتبدأ أنت تتدرب إلى أنه تصل للميكانيكية الصحيحة، تروح منك الغنة في الواو. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. جيم جواز الوقف هنا. وما ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، ما الطبيعة حركتين. محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الميم مشدد الغنة أكمل ما تكون. وما محمد دن دن، أضم الشفاه كاملة أعطيها حقها، تنوين ضم جاء بعدها همزة إلا، راح يكون إظهار. أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. الإظهار يحدث عند النون الساكنة والتنوين، يحدث عند حروف ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أخي هاك علما حازه غير خاسر، أول حرف من كل كلمة من هذا البيت، يعني إظهار. لازم تسمع صوت النون المظهرة. محمد إلا، سمعتم؟ محمد، ولكن أتم الضم. محمد، شوف محمد إلا، احنا نريد نتعلم القراءة الصحيحة، وهذا تطبيق. أنت حافظ النظري، الآن جاء التطبيق حتى أنت تعرف كيف تطبق مع ما أنت درسته من نظري بطريقة صحيحة إن شاء الله تعالى. إلا، الهمزة مكسورة، ما أختلسها إلا، لا إي. إلا، اللام مشددة، لا دائما عندنا قاعدة لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصير رخوة. إلا بس، ألف ساكن قبلها لام مفتوحة الثانية من المشدد، ما الطبيعة حركتين. راسو، البعض يقول راسو الرسل، يجعل السين صادا، فننتبه لهذا الموضوع أحبتي في الله. راء مفخم، راء مفتوح، والسين مرققة. ساسيسو، رسو، رسول. وواو سكنت قبلها
سين مضموم، ما الطبيعة حركتين، لن تنوين جاء بعدها قاف، والقاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، اتفقنا كل إخفاء يعني نون ساكنة وتنوين بالإخفاء يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء تكون الغنة مفخمة، ومرتبة الغنة بحسب ما جاء بعدها إن كانت ثانية أو ثالثة أو أولى، مثل ما مر معنا تنظرون ثالثة لأنها ضاء مضمومة، وعدنا أيضا جاء من قبل مفخمة مرتبة ثانية لقاف مفتوحة، وهنا لدينا رسول. دير بالك دائما لما يكون عندك حركات يجب أن تتم الحركات قبل أن تدخل في الإدغام والغنن، يعني رسول هكذا أنت أكلت أو اختلست الضمة، فيجب أن تجيب الضمة ثم تدخل في الغنة، رسول قد، رسول، رسول قد خالت، لاحظتم؟ أتميت الحركة ثم بعد ذلك جبت غنة مفخمة مرتبة ثانية بحسب مرتبة القاف المفتوح، ولا تقول قو دائما خولت، همينا أيضا هذه ننتبه إليها. الدال مقلقلة قلقلة صغرى لأنها في وسط الكلام، لن أقف عليها، أنا راح أربطها مع كلمة خلت، فننتبه قد خلت، ولا أقول قد خلت، قد خلت هكذا أنا وقفت على المخرج مسكت الدال، هذا ليس قلقلة، قلقلة تضرب وتهرب، أد قد خو قد خو، ولا تفخم الدال قد خو، لا قد خالت، الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة، اللام مرققة، التاء مهموسة في الوقف والوصل، خالت، شوف لطيف، ولا تقلقلها خالت من، هذا خطأ، أو تبالغ في الهمس خالت من، لا تبالغ في الهمس التاء والكاف ولا تقلقلها وأهمسها همسا لطيفا، خالت من، وعند كسرة الميم نون مع القاف راح يكون عندي إخفاء بغنة مفخمة مرتبة ثانية، ليش ثانية؟ لأنه القاف مفخم مرتبة ثانية مفتوح، هالغنة ليش مفخمة؟ لأن جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء، مينقو، ولا تقول مينقو، لا تكور الشفاه، من قبله، والباء سكنت في وسط الكلام قلقلة صغرى، أضرب المخرج وأهرب، ما أمسك الباء، قبله، قبله، خطأ، قبل، قبل، قبله، قبله، كسرة اللام والهاء، الرسل، قبل هير، شوف هير، كأنه أنا ما عندي لا ألف يعني همزة ولا لام، لأنه الهمزة همزة وصل، والثانية عندك اللام شمسية لين جاء بعدها حرف المشدد، فصارت كأنه من الهاء إلى الراء، قبل هير، قبل هير، لين عندك الراء مشددة أولا ساكنة ثم مضمومة، فننتبه، ولا اللام الشمسية اللي جاء بعدها حرف مشدد، الراء مشددة بضم ستكون مفخمة هي والساكن، لأن الساكن سوف تتبع، يعني الراء الساكن سوف تتبع ما أدغمت فيه، إن كان فتحة أو ضمة راح تكون عندنا مفخمة، وإن كان كسرة راح تكون عندنا مرققة، فننتبه مثل ذري، ذري، لاحظتم الراء هنا مشددة بكسر فنقرأها راء مرققة الرائين، أما هنا راح يكون عندي الرو، الرسل، ولا أفخم السين أقول صل، لا سو، الرسل، ولا لما أقف باللام لأنه راح تسكن اللام ما أسحب ضمة السين قبلها وأقول الرسل، نطقت اللام ولا زالت الشفاه مضمومة، هذا من الأخطاء الشائعة، انتبه الرسل، وهكذا ببينية ما أطول صوتها كثير حتى لا تصير عندي رخوة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، جيم جواز الوقف هنا، أفإن، انتبه إلى هذه الهمزة المكسورة ثم بعد ذلك ياء فوقها صفر المستدير، هذه تكتب ولا تلفظ، مثل ما عندنا كلمة أولئك، فرأسا ما أنه تقول أفإن، خطأ، أفإن ونون كأنه ساكنة بعدها أفإن، أفإن، نون ساكنة جاء بعدها ميم مات راح يكون عندي هنا إدغام بغنة أفإن من غير كز، لا تكزوا على الشفاه حتى لا تشوه عندكم صوت الميم، خليك هادئ، أفإن مات، ألف ساكن قبلها ميم مفتوح راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين، أو واو ساكنة قبلها همزة مفتوحة واو لين، أو ما أو لا تنبرها هكذا
أو قتل قاف مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة قو قتل كسرة التاء لازم أنا ما أختلسها قتل لا قتي قتل راح يكون عندنا انقلبتم قتلا قتلا أنا لأنه عندي همزة وصل فراح يصير عندي انتقالا من اللام المفتوحة من قتل إلى نون انقلبتم وراح تكون عندي غنة مفخمة لأنها نون سكنت جاء بعدها قاف مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية فالغنة تكون مفخمة مرتبة ثانية انق انق وليس انق انتبه انقلب باء مقلقلة في وسط الكلام صغرى طبعا من غير أن أقف على المخرج لا تقول انقلبتم هكذا وقفت على المخرج أب انقلبتم هكذا نجب أن نأتي بالقلقلة بضرب المخرج والهروب والميم مظهرة انقلبتم على بهذه الطريقة جبت الميم المظهرة على حرف المد أعقابكم همزة راح يكون عندي مد جائز منفصل لأنه راح عندي صار عندي كلمتين المد يكون حركتين من طريق الطيبة 4-5 من طريق الشاطبية على لا تقول على لا لا تمل على شوف العين أعقابكم العين الساكنة رباعية لا تنساها النزول إلى وسط الحلق هذا مخرج العين أن تحس انزعاج في المخرج أن تحس كأنه عم تبلع شيء ويجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط للعمر حتى لا تقول أعقابكم تقلقلها أو أعقاك عايمة أعقى خطأ أعقابكم القاف وبعدها مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف والبعض ممكن أن يقول أعقى لا أعقى أعقابي كسرة الباء كوكم والكاف والميم دائما مرققة سبب تفخيم الكاف لأنه أنا أغفل الشفاه بالميم فممكن يصير عندي كوم لا كو كم أعقابكم هكذا أنا أقف على ميم مظهرة بعلامة الجيم جواز الوقف هنا وإذا استمرت راح تكون أيضا مظهرة واحذر لدى واو وفاء أن تختفي جاء بعدها واو ومن أعقابكم ومن بهذه الطريقة جبت الميم المظهرة ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جيم جواز الوقف هنا ومن نون بعدها يا ينقلب لازم أنت تجيب غنة لأن هذا النون مع الياء يتغام بغنة البعض النون الساكنة أو التنوين يجعلها مع الياء يا صافية ومي لا يوجد غنة ومي شوف خطأ إذن ومي ومي هكذا لازم أجيب غنة ما أسويها يا صافية ثم بعد ذلك لا أفخم الياء لأنه راح أنا يصير عندي نون قاف إخفاء بغنة مفخمة مرتبة ثانية بحسب مرتبة القاف مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة فممكن تقول يا خطأ يا ين ما لا علاقة ليا تفخم التفخيم راح يبدأ بالغنة يا ينقلب إليك والباء مقلقلة قلقلة صغرى لأنه أنا ما راح أقف عليها أنا سأربطها مع ما بعدها على ينقلب على بهذه الطريقة ما أمسك الباء ينقلب على شوف هذا مسك الباء وليس قلقلة إذن أب ينقلب على مد طبيعي ألف ساكن قبلها لام مفتوح على عقي كسرة الكاف مفخمة مرتبة أخيرة خامسة ولا ترققها عقي لا عقي عقبي عقبي يا أولين ساكنة قبلها باء مفتوح ما قل عقبيه هكذا واحد على أساس متفاعل مع القراءة وأنه عم فاهمها منه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله فانتبه هذه يا أولين ومن ينقلب على عقبيه فلن يا أولين عندي حكم أنت ما تجي الآن تسوي لياها بحيث أنه أنت تحمست مع القراءة وتسوي لياها مشددة وتنبرها فهذا خطأ
اكسر الهاء جيدا. فلا فلن يأنون مع يا يضر، هذه أيضا كما قلت ومن ينقلب لازم احنا نجيب الغنة ما نسويها يا صافية. فلي فلي ما قل فلي، فانتبه فلي ضو يا ضو، ما تقول يا ضو، لا تفخم الياء لأنها جاورت الضاء المفخم مرتبة ثالثة لأنها مضمومة والراء مشددة بفتح تكون مفخمة. فلازم احنا نجيب التفخيم ونجيب ياء مرقق ولا أسحب ضمة الضاد إلى الراء الأولى. تقول يا ضر، شوف يا ضر ماذا فعل؟ الراء الساكنة من الراء المشددة ضميتها لينسحب ضمة الضاد إليها، يا ضو، فانتبهوا يا ضو يا ضر، فانتبهوا بارك الله فيكم. والراء يا ضر وليس يا ضر، فلا تكور الشفاه في الراء الساكنة. والراء الثانية مفتوحة جاء بعدها اسم الجلال الله، إذا تفخم اللام من اسم الجلال الله، والراء مفخمة فما عندي مشكلة. يا ضر الله الله، لا تلوك الفم الله وتكور الشفاه، هي مفتوحة أصلا، الهاء مرققة مفتوحة. الله شيئا، يا أولين في كلمة شيئا، مثل عندنا عقبيه، فهكذا ننتبه ما أنا شيئا، فلن يضر الله شيئا، لا شيئا، ولا ينقص في ملك الله شيء. زين، فانت ما تيجي تنبر لي اياها، اقف في مد العوض لانه التنوين عندي حركتين، ولكنه انا مد هنا علامه الجيم جواز الوقف، لكن اذا استمريت راح يكون عندي تنوين مع الواو. شيئا وسيجزي، هنا ماذا حدث؟ ادغام بغنة، تنوين شيئا مع واو وسيجزي، ادغام بغنة. وسيجزي الله الشاكرين. شوفوا اذا قلت لك قف على كلمة وسيجزي ستقول وسيجزي، ما الطبيعة حركتين لانه تحقق عندي ياء ساكنة قبلها زاي مكسور، لكنه انا لما ربطتها بعدها حذفت هذه الياء منع الالتقاء منع الالتقاء الساكنين، وراح يكون عندي رأسا من الزاي المكسورة إلى اللام من الله، راح يكون وسيجزي الله. شوف لما كانت الزاي مكسورة جاء بعد اسم الجلال الله رققت اللام، فننتبه. والجيم مقلقلة قلقلة صغرى في وسط الكلام، ما تقول وسيجزي هكذا وقفت على المخرج، إذن أج وسيج وسيج وسيج، أضرب المخرج وهرب. وسيجزي الله، ولا تطل زمن اللام، وسيجزي الله، هكذا خطأ لأنه اللام ليست رخوة، اللام من أحرف البينية. الصحيح وسيجزي الله الشاكرين، الشاكرين اللام شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد والشين تفشي. شوف كيف يبين الشين الساكنة من الشين المشددة أكثر من الشين المفتوحة التي بعدها، وعندي ألف ساكن قبلها شين مفتوح، ما الطبيعة حركتين. كيري كسرة الكاف والراء، والراء مرقق لنا مكسورة، ولا تجعل غنة في الياء بخفض الفك السفلي، واسمع النون مظهرة. لا تقول البعض يجيب على أساس تفشي أنه يقدم الشفاء إلى الأمام، لا يا عيني تفشي جوا. مش أش، فانتبهوا أش لأنه الشين من وسط اللسان. الشاكرين، أسمع النون المظهرة كما سمعتم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. صلة تفيدنا الوصل أو لا مع جواز الوقف هنا. وهنا بعض الأحيان راح يقرأ واحد يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هكذا ينبر ويهجم، ما عندك أحكام. أنت لما تريد تنبر لازم تقول تكون عندك حكم للنبر، ما تريد تهجم وتعلي الصوت لازم يكون عندك، فانتبه. وما كان ألف ساكن قبلها ميم مفتوح، كاف ألف ساكن قبلها كاف مفتوح، ما الطبيعة حركتين، ما الطبيعة حركتين. وما كان لنفس شوف الفاء الساكنة، الفاء مخرج ضعيف،
وتتجلى الصفات في الحروف الساكنة، إذن يجب أن يجري فيها صوت والنفس حتى أسمع الفاء. وعندي تنوين كسر، سين جاء بعدها همزة أن، لازم أجيب الإظهار وأجيب الكسر بعدين الإظهار. لنفسي، لنفس أن، لنفسي، ما تقول لنفس، لنفس، لا، لنفس أن. جبت النون المضارع، النون بها مخرجين لساني وخيشومي، فلازم تجيب الإظهار. أن تموت، نون تاء إخفاء، ولا أذهب إلى حيز مخرج التاء، ما أقول أن تموت، هذه إظهار لما أنت رحت باللسان إلى مخرج النون اللساني. أن خطأ، أن تموت، أن تموت بهذه الطريقة. واو ساكنة قبلها ميم مضموم، راح يكون عندي مرتبية حركتين. إلا هذه الهمزة ما أختلسها، إلا، لا، إلا، إي، إلا، واللام مشددة، إذن ما أسوي يا رخوة، يعني ما أطول جريان الصوت فيها، ولكنه أجيب بس بينية. إلا بس، ألف ساكن قبلها لام مفتوح، راح يكون عندي مطبية حركتين. بي إي، بإذن، ما تقول بإذن، بي بإذن، ما أعرف يعني تختلس الكسرة، كسرة الهمزة. بي إي، بإذن. والذال ساكنة، والذال إذا ما أجريت فيها الصوت هي رخاء، وراح تقلقلها بإذني، بإذني، وهذا خطأ. بإذني، اسمع، بإذن الله، بإي، بإذن الله، والنون مكسورة جاء بعد اسم الجلال الله، ترقق اللام من غير إمالات الألف. بإذن الله، خطأ، بإذن الله. وها راح يكون جريان للصوت واهتزاز الأوتار الصوتية وجريان للنفس من اسم الجلال الله، لأنه راح أقف أنا بعلامة صلة تفيد أن الوصل أولى مع جواز الوقف هنا. كي، كتابا مؤجلا، وهنا قلة تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصل هنا. كي كسرة الكاف لا تختلسها، ألف ساكن قبلها تاء مفتوح، كتا ما الطبيعة حركتين. بن تنوين مع ميم، راح يكون عندي إدغام بغنة، ولاحظ كيف أنه رسمت الشدة على الميم من كلمة مؤجلة، ولا تسحب ضمة مؤ الميم إلى مؤ مؤ مؤ، لا، مؤ مؤ، مؤجلة جيم، وسط اللسان ينطبق مع ما يحاذي من سقف الحنك الأعلى، وسط اللسان جيم، مؤد مؤجلة، مد العوض لأنه تنوين حركتين، لكنه إذا استمريت مؤجلا ومن، تنوين مع الواو إدغام بغنى. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، صلة تفيدون الوصل أولى مع جواز الوقف هنا. ومن يريد، نون يا، هذه قلنا اتفقنا النون مع التنوين مع الياء، لا أجعلها يا صافية. ومن يريد، هكذا صارت يا صافية، يجب أن أجيب غنة لأنه من الحروف الإدغام بغنة. يرملون، ينمو، واللام والراء بغير غنة. ومن يريد خطأ، ومن يريد، هكذا جبت الغنة، والراء مرققة لأنها مكسورة. الدال هنا مقلقلة، قلقلة صورة، سكنت طبعا في وسط الكلام لأنه ما راح أقف عليها، أنا راح أربطها مع كلمة ثواب. يريد ث، شوف ما تقول يريد ثواب، هكذا أنت وقفت على الدال. يريد ثواب، ثواب، ألف ساكن قبلها واو مفتوح، ما الطبيعة حركتين. الدنيا، اللام هنا شمسية لين جاء بعدها حرف مشدد الدال. وهنا قد يسأل البعض، هنا نون ساكنة جاء بعدها يا، وهذا حكم إدغام؟ لا يوجد إدغام في كلمة واحدة قولا واحدا، الإدغام يكون في كلمتين، أحكام النون الساكنة والتنوين. وهذا إظهار مطلق أحبتي في الله، لأنه راح يتغير عندي المعنى إذا قلت الدنيا، فانتبهتم؟ الدنيا إظهار، هذا الإظهار، الدنيا أظهرت النون. نؤتيه، همزة ساكنة في وسط الكلام، يجب أن أنتبه إذا كانت مسبوقة بضم، ما أنا أنطق الهمزة الساكنة بضم الشفاء. نؤ، شوف نطقت الهمزة ولازالت الشفاء مضمومة تأثرا بضمة النون. نؤ خطأ، نؤ، نؤتيه، ما تصل صغرى بمقدار حركتين. نؤتيه، هكذا يجب أنه أنا أنطقها. وثانيا هذه الهمزة الساكنة ممكن أن تقلقلها، تقول نؤتيه، لأن ما قفلت الأوتار الصوتية، أو عدة همزات. فماذا نفعل لما تكون عندي الهمزة ساكنة في وسط الكلام؟ أجعلها مقطعين، نؤ
تيهي نؤتيه نؤتيه، هكذا نتدرب عليها. منها كسرة الميم والنون مع الهاء إظهار، ليش؟ لأنه الهاء من أحرف الإظهار الستة، ولما أقول لك إظهار أسمع النون منها منها بهذه الطريقة، وسأقف بصلة بما الطبيعي حركتين لأنه ألف ساكن قبلها هاء مفتوح. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، أيضا جيم جواز الوقف هنا. ومن يرد نون يا ما تجعلها يا صافية، ومن خطأ، ومن شوف هنا ومن يرد، والراء مرققة لأنها مكسورة، والدال مقلقلة قلقلة صغرى لأنه أنا ما راح أقف عليها بل سأستمر ومرتبطة بكلمة ثواب بعدها. ولا تمسكها يرد ثواب، خطأ، يرد ث يرد ث بهذه الطريقة، ثواب ألف ساكن قبلها واو مفتوح ما الطبيعة حركتين. الآخرة اللام هنا قمرية لأنه جاء بعدها همزة متحركة، والهمزة من أحرف ابغي حجك وخف عقيمة، وهذه الأحرف القمرية. ولما تكون اللام قمرية يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة من أحرف التوسط لعمر. الأبس الآخرة، ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة مد بدل حركتين، الخاء مفخمة مرتبة أخيرة لأنها مكسورة. الآخي، ما تقولي الآخي خي خي، لا ترققها، لأن الإمام المتولي رحمه الله يقول عن أحرف الاستعلاء: فهي وإن تكون بأدنى منزلة يعني المكسور فخيمة قطعا من المستفلة. الآخرة راء مفخمة، ليش؟ لأنها مفتوحة. تي الآخرة نؤتيه، مرت معنا قبل قليل نؤتيه، لا أسحب ضمة النون إليها نؤ خطأ، ولا أقلقلها نؤتيه خطأ، أو عدة همزات نؤتيه أيضا هذا خطأ، فننتبه نؤتيه نؤتيه، ومد صلة صغرى بمقدار حركتين. منها نونها إظهار، نسمع صوت النون منها بهذه الطريقة، هذا هو معنى الإظهار، وأقف بمد طبيعي لأنه ألف ساكن قبلها هاء مفتوح حركتين. منها وسنجزي الشاكرين، وسنجزي، مرت معنا كلمة وسيجزي، هنا أيضا حذفت، إذا أنا قلت لك قف على كلمة وسنجزي تقف بما الطبيعي حركتين، لكنه منعا لالتقاء الساكنين حذفت هذه الياء من كلمة وسنجزي، ورأسا راح يصير عندي زاي مكسورة، وأنتقل إلى كلمة الشاكرين وسنجزيش. شوف سنجزيش، وراحت الهمزة وراحت اللام واللام الشمسية من كلمة الشاكرين اللي بعدها حرف مشدد. الجيم من كلمة وسنجزي، لا تمسكها، وسنجزي خطأ، أج أج قلقلة تضرب المخرج وتهرب اضطراب في المخرج، أج وسنج وسنجزي الشاكرين، الشكر لله. الشينو تفشي من وسط اللسان طبعا مخرجها، ما أقول أش خطأ، لا، إعمال للشفاء في نطق حرف الشين، أش الشاكرين، شوف الشين الساكنة من المشددة راح تكون واضحة لأن تتجلى الصفات في الحروف الساكنة، عندي ألف ساكن قبلها شين مفتوحة ما الطبيعة حركتين كيرين، وراح يكون عندي كسرة بدون اختلاس، والراء مرققة لأن المكسورة، ولا تجعل غنة في الياء بخفض الفك السفلي، ونظهر النون الشاكرين بهذه الطريقة. مدينا ست حركات لأنه وقفنا المد العارض للسكون، ونقرأ بالتحقيق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قيل تفيد هنا الوقف أولى مع جواز الوصل هنا، وكأي، هنا الياء مشددة فيها النبر، وما أضغط على المخرج حتى أنا لا يتشوه صوت الياء، وكأي، شوف وكأي خطأ، وكأي، وما أخلي الياء الأولى تختلس يعني تروح الصوت، يروح صوت الياء الأولى، وكأي خطأ، وكأي وكأي وكأي، نون ساكنة بعدها ميم إدغام بغنة،
وكأي من بهذه الطريقة. نون مع النون إدغام أيضا بغنة، نون ساكنة مع النون من كلمة نبي، من نبي بهذه الطريقة، لأنه عندنا إحنا ينمو ميم نون إدغام بغنة. نبي راح يكون عندي ياء مشددة من كلمة نبي، فهذه فيها نبر كما ذكرت في الياء. وكأي نبي تنوين كسر جاء بعدها قاف، قاتل راح تكون مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف، فراح يكون عندي غنة الإخفاء مفخمة مرتبة أولى. نبي كسرة ثم بعد ذلك الغنة، نبي قاتل، نبي قاتل، نبي قاتل، قاتل وليس قاتل، والألف تفخم تبعا للقاف، والألف ساكنة قبلها قاف مفتوح، راح يكون عندي مطبية حركتين. معه شوف تالة مرققة، معه مد صلة صغرى. ربيون معه نظم الشفاء، معه ربيون، شوف ربيون الراء مكسورة مرققة من ربيون، والياء مشددة والباء مشددة. الياء مشددة نبر، أحد مواضع النبر في القرآن الياء المشددة والواو المشددة. ربيو ربيون، واو ساكنة قبلها مضموم، يعني الياء الثانية راح يكون عندي ما الطبيعة حركتين. لا تضغط دائما على الياء المشددة حتى لا يتشوه صوتها. ربيو خطأ، ربيو، ولا يختلس ولا تختلس صوت الياء الأولى، ربيو، فننتبه. كثير الياء سكنت قبلها ثاء مكسور ما الطبيعة حركتين. رن مفخمة لأنها مضمومة تنوين ضم جاء بعدها فاء، فما القاعدة اللي احنا دائما نحكيها، النون الساكنة والتنوين إذا جاء مع الفاء وبعدها فاء راح أنا أنزل الثنايا العليا إلى باطن الشفة أو لامس، ولكن ما أقفل الشفة حتى لا أخنق الغنة. كثير أتم الضم وأقرأ الراء جيدا، كثير ثاء، كثير، ولا تسحب ضمة الراء إلى الغنة وتدخلها، كثير خطأ، كثير ثاء، شوف الآن كثير هذا خطأ، أنا قفلت. كثير فما، ألف ساكن قبلها ميم مفتوح ما الطبيعة حركتين. وهنو لما، راح يكون عندي واو ساكن قبلها نون مضمومة حركتين. لما حرف المد، تكسر اللام حرف المد في لما أصابهم، راح يكون الهمزة كلمتين مد جائز منفصل، أربعة أو خمس حركات من الشاطبية حركتين من الطيبة، الحركات يمد. لما ما تقول لنا، لما وليس أصابهم، لا تفخم الهمزة لمجاورتها للصاد، تقول لما أصابهم، لا غلط، الصحيح لما أصا، ولا تقول أصو، لا تكور الشفاء والصاد طبعا من أحرف الصفير، وهي مفخمة من أحرف الاستعلاء مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف. أصا أصابه هم مرققة نضم الشفاء فيها ميم مظهرة، وخاصة جاء بعدها فاء في، لأنه وحذر لدى واو وفاء تختفي، لأنه الميم والفاء والواو مخارج شفوية فممكن يصير إدغام. إذن أصابهم في سبيلي، ياء ساكنة قبلها فاء مكسور ما الطبيعة حركتين. سبيلي ياء ساكنة قبلها ما مكسور ما الطبيعة حركتين. لي كسرة اللام جاء بعدها الاسم الجلال الله ترقق اللام. سبيلي الله من غير أن تميل، سبيلي الله خطأ، سبيلي الله هكذا، ونكسر الهاء جيدا من اسم الجلال الله. وما ألف ساكن قبلها ميم مفتوح ما الطبيعة حركتين. ضا وليس ضا، ضا ضا، حس لي بحس بالحافة اللسان مع ابتكاء مع الأضراس العليا ما يحاذيها،
والملامسة فقط مقدمة اللسان ض وليس ض أو د د سوي مثل الدال المفخم. وما ضعف راح تكون عندي الضاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة عف نضم الشفاه فيها. وما ضعف ما الطبيعة حركتين واو ساكنة قبلها فاء مضموم ومس. شوفوا حذفنا الألف من كلمة وما ليش؟ منع الالتقاء الساكنين فصارت ميم مفتوحة وسين. ومس 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 بهذه الطريقة. ومستكان سين صفير هي طبعا حروف الصفير ثلاثة الصاد أقواها السين ثم الزاي وتتجلى الصفة في الحروف الساكنة السين ساكنة يجري فيها صوت والنفس فحتى وشخص سكت. ومستكان ألف ساكنة قبلها كاف مفتوح ما الطبيعي حركتين وراح نقف بما الطبيعي حركتين لأنه واو ساكنة قبلها نون مضمومة قيل تفيد أن الوقف أولى مع جواز الوصل هنا. ومستكان بهذه الطريقة. والله يحب الصابرين و مفتوحة و مش و لأنه راح احنا المفتوح قبل اسم الجلال الله تفخم اللام فأنت تقول والله خطأ و والله و والله يحب بهذه الطريقة ولا تلوك الفم والله خطأ ولا تكور الشفاه والله خطأ الله والله هكذا نضم الشفاه في الهاء مع ترقيقها. يوحي يحب البعض يقول يحب هي ليست بي والباء شديدة مجهورة ما يجري فيها النفس فحثه شخص سكت ما فيها باء. إذن يحب يحب الصابرين الصابرين اللام الشمسية اللي جاء بعدها حرف مشدد الصاد والصاد مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف والصاد من حروف الصفير الص وليس الصو الصو لا تكور الشفاء أحبتي فيتشوه الصوت عندنا هي مفتوحة أصلا. الألف بعدها تفخم تبعا للصاد والألف سكنت قبلها صاد مفتوح راح يكون عندي ما الطبيعي حركتين بيرين كسرة الباء والراء والراء مرققة لأنها مكسورة لا تجعل غنة في هذه الياء لما تقف المد العارض للسكون مع إظهار النون أخفض الفك في الياء الصابرين هكذا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان ألف ساكن حتى لا تمر وما كان قولهم إلا طيب اصبر شوي حتى تشوف أنه الأحكام ما بكيفي أنا أجيبها وأقرأ. وما كان قولهم ألف ساكن قبلها ميم مفتوح كألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين ما الطبيعة حركتين قولهم لاحظ كيف أنه الواو ساكنة قبلها قاف مفتوحة فراح يكون عندي واو لين والقاف مفخمة مرتبة ثانية ق ق وليس ق لا ق قو قولهم ما تقول لي قولهم نبرت الواو وصارت مشددة الواو ساكنة قولهم ميم مظهرة قولهم إلا أكسر الهمزة إلا واللام مشددة لا تطل جريان الصوت فيها حتى لا تصير إخوة إلا خطأ إلا بس وعندك حرف المد في إلا والهمزة في أن مد جائز منفصل بمقدار حركتين يمد من الطيبة وأربعة خمسة من الشاطبية إلا أن بهذه الطريقة ما تقول إلا لا تمل صوت الألف أن قالوا نون ساكنة جاء بعدها قاف الإخفاء هذا حرف من حروف الإخفاء لكنه من حروف الاستعلاء أيضا فتكون الغنة مفخمة تبعا لمرتبة القاف بعدها قالوا مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف أن ما تقول أن همزة مرققة بعدين أبدأ بالتفخيم أن قالوا أن قالوا بهذه الطريقة ولا تقول قالوا انتبه
قالوا. والألف تفخم تبعا للقاف، والألف ساكنة قبلها قاف مفتوح، ما الطبيعي حركتين. قالوا، شوف واو ساكنة قبلها لام مضموم، ما الطبيعي حركتين. قالوا ربنا، را مو را، لا را مفخمة لأنها مفتوحة، مفتوحة ما مضمومة را، لا را. ربنا با شديد مجهورة. ربنا، شوف نو نو، حذفت الألف لأنه إذا قلت لك قف على كلمة ربنا راح تقول ربنا، ما الطبيعي أثبت الألف، لكنه أنا راح أحذفها منع الالتقاء الساكنين، راح يصير كأنه نون مفتوحة غين. ربنا 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 اغفر لنا، لاحظتم كيف صارت الانتقالة حتى أعرف أقرأ. اغفر لنا، أنا إذا سألتك هذه الهمزة كيف راح تكون، راح تكون مكسورة بهمزة قطع إذا بدأنا فيها. والغين مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكنة، والبعض يقرأ الغين مشمومة خاء لأن الغين والخاء من أدنى الحلق نفس المخرج، لكن الغين يجري فيها الصوت والخاء الصوت والنفس، فإن أجريت الهواء في الغين النفس أشممتها خاء. فإذا اغفر بهذه الطريقة. والراء ساكنة قبلها فاء مكسور راح تكون مرققة، وهنا البعض يدغم الراء في اللام وهذا خطأ، يجب أن تظهر عندك الراء. اغفر لنا بهذه الطريقة، اغفر لنا يجب أن تظهر، هذه مهمة جدا. لنا ألف ساكن قبلها نون مفتوح، ما الطبيعة حركتين. ذو، شوف رأسا ضم الشفاه. دونو، واو ساكنة قبلها نون مضموم، ما الطبيعة حركتين. ألف ساكن قبلها نون مفتوح، ما الطبيعة حركتين. ذنوبنا وإسرافنا، لاحظتم وإي كسرة الهمزة، ما تختلس تقول وإس لا، وإي وإسرافنا، راء مفخمة طبعا قبل الراء. السين ساكنة، تتجلى الصفات في الحروف الساكنة من جريان للصوت والنفس والصفير. وإسرافنا، والراء مفتوحة ما تقول وإسراء، خطأ. ليش؟ أنت تريد تجيب التفخيم مرة فتظن أن التفخيم بتكوير الشفاه، وهذا خطأ ومن الأخطاء الشائعة. إذن را وإسرا، والألف تفخم بعدها تبعا للراء. وإسرافنا، ألف ساكن قبلها نون مفتوح، ما الطبيعي حركتين. في حرف المد، أمرنا الهمزة، إذن مد جائز منفصل، أربع أو خمس حركات من الشاطبية، حركتين من الطيبة. في أمرنا، الميم الساكنة دائما أقول لكم انتبهوا عليها، لأنه البعض يقلقلها أمرنا أمرنا، وهذا خطأ. أعطيها جريان للصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسطين عمر. أمرنا أمرنا، كسر الراء جيدا، والراء مرققة لأنها مكسورة. نون مفتوح بعدها ألف ساكن، ما الطبيعة حركتين. أمرنا وثبي، كسرة الباء، شوف الباء مشددة الثانية مكسورة، والتاء مهموسة في الوقف والوصل من غير مبالغة ولا قلقلة. قلقلة وثبت أقدامنا، مبالغة وثبت أقدامنا، كأنه حتى تسمع صوت للسين خفيف بعد تهم ستة. إذن وثبت أقدامنا، وأقدامنا القاف مقلقلة ساكنة في وسط الكلام صغرى، والقاف في من تقلقل لازم تفخم، يعني مرتبة الساكن رابعة. فإذن أقدامنا، ما تقول أقدامنا، تأتيني بقاف مقلقلة مرققة، وهذا من الأخطاء الشائعة في قلقلة القاف والطاء، لأن أحرف القلقلة خمسة قطب وجل. والخطأ الآخر أنه ممكن أنه أنت تفخم الهمزة تقول أقدامنا، أ ما يوجد لدي أ، يوجد لدي أ، أقدا تفخيم قلقلة، أقدا ولا تمسكها، أقدامنا خطأ، أق أقدامنا، إذن ضرب المخرج والهروب. أقدا ألف ساكن قبلها دال مفتوح، منا ألف ساكن قبلها نون مفتوح، ما الطبيعي حركتين. أقدامنا وان، شوف وان وهمزة وصل كأنه صارت و رأس النون، والنون مع الصاد إخفاء، ولكن الصاد من حروف الاستعلاء، فإذا الغنة ما لإخفاء تكون مفخمة. طيب كم مرتبتها؟ ثلاثة. ليش؟ لأن الصاد مفخمة مرتبة ثالثة مضمومة.
ولكن لا أفخم الواو. وانصرنا، لا، و و و وانصو وانصو، نفس الغن، نفس المرتبة بالتفخيم، الغنة والصاد. وانصو وانصر، لا تسحب ضمة الصاد إلى الراء، تقول وانصر، نطقت الراء ولا زالت الشفاه متأثرة بضمة الصاد، والراء سكنت قبلها مضموم ما تكون مفخمة. وانصرنا، صفي الراء والراء تقرأ، والصراء الساكنة تتجلى الصفات فيها لأنها من أحرف التوسط لين عمر. وانصرنا وانصرنا على ألف ساكن قبلها نون مفتوح ما الطبيعة حركتين على ال، شوف، لأنه إذا قل لك قف على تقول على ما الطبيعة حركتين لأنه ألف ساكن قبلها لام مفتوح، لكنه أنا صار عندي همزة وصل أيضا ساكن راح يكون عندي على ال، رأسا حذفت الألف وصارت على اللام مفتوح على إلى لام القوم، على ال، على القوم. بهذه الطريقة منعا لالتقاء الساكنين حذفنا احنا الألف من على، والقوم اللام قمرية، الكافرين اللام قمرية، لاحظوا جاء بعدها حرف متحرك قاف مفتوح القوم، كاف مفتوح الكافرين. إن لم أكن أحفظ ابغي حجك وخف عقيمه. والواو لين في كلمة القوم، ما تقول القوم، هكذا البعض ينبرها على أساس أنه هو انصرنا على القوم الكافرين، لا، القوم بهذه الطريقة، والقاف مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة. اللام لما تكون قمرية القوم الكافرين يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحرف التوسط لين عمر. القوم ما القوم، فلا تنبر الواو، واو اللين، القوم الكافرين، الكافرين، كسرة الفاء والراء، والراء مرققة لين مكسورة، ولا تجر غنة في الياء، اخفض الفك السفلي فيها ونون مظهرة. الكا ألف ساكن قبلها كاف مفتوح ما الطبيعة حركتين، الكافرين بهذه الطريقة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. جيم جواز الوقف هنا، فآ ألف ساكن قبلها همزة مفتوح مد بدل حركتين، فآ مش فآ، لا، فآتا، لا، ما تمل الألف، لا تبتسم بالشفاء ولا تسحب اللسان للخلف ولا تجعل لسانه منبسطا. فآتاهم، شوف مراققة، هم آتا ألف ساكن قبلها تاء مفتوح ما الطبيعة حركتين، فآتاهم، فآتاهم الله، ميم مضمومة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله فلا تفخم الميم. آتاهم خطأ، آتاهم هكذا، و الله لا تقول الله، فآتاهم الله، الله هذا خطأ، الله، الله، ونضم الشفاه في الهاء ما ترقيقها. ثواب ألف ساكن قبلها واو مفتوح ما الطبيعة حركتين، الدنيا، هذه مرت معنا، والدنيا اللام شمسية لأنه جاء بعدها حرف مشدد، والدنيا مو الدنيا، الدال شديدة، حرف قوي، الدال مخرجه قوي، مجهور الدال، الدنيا، الدال الثانية ضم الشفاه فيها، ثم بعد ذلك النون جاب ساكن جاء بعدها، لا يوجد إدغام في كلمة واحدة، هذا إظهار مطلق كأنه نون مظهرة. الدنيا وحسنة، شوف ألف ساكن قبلها يا مفتوح ما الطبيعة حركتين، وحسنة، لا تسحب ضمة الحاء إلى السين، تقول وحس، نطقت السين والشفاه مضمومة، وحس خطأ، وحس، وحسن، يعني أرجع الشفاء للوضع الطبيعي لمنطقة السين، والسين ساكنة صفير يجري فيها الهواء يعني مهموس ويجري فيها الصوت رخاوة. وحسن ثواب، ألف ساكن قبلها واو مفتوح ما الطبيعي حركتين، بي كسرة لازم أنا ما أختلسها، الآخرة ثواب، شوف من الباء إلى اللام لأنه همزة وصل واللام قمرية لأن جاء بعدها همزة متحركة، ولدي ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة راح يكون عندي مد بدل حركتين.
واللمة القمرية يجب أن يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأن من أحرف التوسط للعمر، والخاء مفخمة مرتبة أخيرة خامسة، والراء مفخم لأنها مفتوحة، وسأقف بها لأن كل تاء مربوطة نقف عليها، ها اهتزاز أوتار صوتية جريان للصوت والنفس. الآخرة بهذه الطريقة، ما الآخرة هكذا ينتهي عندي، أو ما أسمع صوت الهاء أصلا كأنه ألف بعد الراء. الآخرة الآخرة هذا خطأ لأنه صار كأنه ألف بعد الراء، فيجب أن أجيبها الآخرة. والله يحب المحسنين. والله هذه الواو مفتوحة قبل اسم الجلال الله، تفخم اللام من اسم الجلال الله من غير تفخيم الواو، ما أقول و خطأ، و والله، ولا تكور الشفاه في اسم الجلال الله، والله خطأ، والله، ونضم الشفاه في الهاء مرققة من اسم الجلال الله. يحب الباء شديدة مجورة، ما يحب، يحب، يحب من الباء المضمومة إلى لام المحسنين لأن لدي همزة وصل، واللام قمرية من كلمة المحسنين لأن جاء بعدها حرف متحرك ميم مضموم، وهي ابغي حجك وخف عقيمه، الميم من كلمة عقيمه، ولا تسحب ضمة الميم، اللام قمرية إذا يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة للعمر، والميم مضمومة لا أسحب إلى الحاء المح، نطقت الحاء وضم الشفاء وهذا خطأ، سحب ضمة الميم إلى الحاء المح المح، والحاء الساكنة رقيقة، ما أنت تضغط بالهواء عليها لأنه يجري فيها الهواء ويجري فيها الصوت فأنت تقول المح خطأ، المح حا حي حو أح مش أح، انتبه المح خطأ. المحسنين كسر كسر السين والنون وانحصرت الياء ما بين نونين والنونين فيها غنة إجباري، فيجب أن تخفض الفك السفلي دي دي دين. المحسنين أسمع النون المظهرة لما أقف بمد العارض للسكون ست حركات، ليش؟ عم بقرأ بالتحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.